تضم فصائل المنتفعين المنتشرة في محافظة تعز 20 فصيلا إرهابيا ومرتزقا بقيادة حمود المخلافي تتظاهر بالدفاع عن تعز، في حين أنها ليست سوى ميليشيات تمتهن للارتزاق وتتاجر بدماء أبناء المحافظة. 20 فصيلا مرتزقا بقيادة حمود المخلافي تبدأ من أبو العباس وتنتهي بالزريقي وأبو حرب وأبو القعقاع، كتائب حسم ولواء الصعاليك التابع لحزب الإصلاح الإخواني ومجاميع الموت، أغلبهم كانوا في السجن المركزي وتنظيم القاعدة بقيادة الحارث التعزي وتنظيم الدولة الإسلامية. أسماء داعشية ظاهرها الدفاع عن تعز وباطنها الارتزاق من آل سعود، والضحية سكان تعز. معاناة في التنقل تفرضها الميليشيات بين منطقة وأخرى لتجبرك على السفر إلى مكان آخر، تسافر لساعتين من منطقة إلى أخرى، تحتاج فقط ثواني. كاميرا اليمن اليوم زارت معقل حمود المخلافي بتعز، ويشهد الجميع من سكانها على مدى إجرام العدوان السعودي بمحاولة طمس تاريخ وآثار اليمنيين، ممثلة بقلعة القاهرة الصامدة أمام العدوان والآثار في جبل صبر. أمام قلعة القاهرة في محافظة تعز، أن علي عبد الله صالح تعز وتعز علي عبد الله صالح. نعم. ومن يتجرأ ويقول أن علي عبد الله صالح ليس له جماهير في محافظة تعز فهذا كذاب أشر. من بير باشا التي أصبحت بيد الإرهابي أبو العباس، ومنها اللواء 35 الذي أصبح ثكنة عسكرية لتدريباتهم. وادي حنش مختص وهو خط مختص. اللواء 35 في تعز. يجاهر سكان تعز في هذا المعقل المغلوب على أمره بحب الزعيم علي عبد الله صالح دون خوف من دواعشها ومرتزقتها والذين يوصفوهم بالأقزام. المقاومة لا يمثلون أمامي، المقاومة ستظل أقزام في نظري كما هم أقزام في نظر علي عبد الله صالح. في الجانب الآخر كان لكاميرا اليمن اليوم زيارة لمواقع الصمود والتحدي في القصر الجمهوري، القصر الذي احتضن رؤساء اليمن السابقون وضيوف اليمن أيام حكم الرئيس علي عبد الله صالح. القصر أيضا أصبح بقايا أطلال لأنه فقط كان شاهدا على تاريخ اليمن في العصر الحديث، وكان فنه المعماري يشير إلى إبداع أنامل اليمنيين المتعاقب. لا يزال موقع القصر تحت سيطرة الأبطال الذين حرصوا على بقائه كونه رمزا لكل يمني حر، كما لا تزال تبت فندق سوفتيل ومستشفى اليمن الدولي والجحملية وشارع القصر والحوبان والذكرة ومفرق شرعب والدائري وماوية والمصانع حتى بير باشا وإلى المخا والبرح وباب المندب وذوباب والجند. لما يقوله العدوان السعودي ومرتد على تعز، ولقد وجدنا هؤلاء الأبطال كما ترون، ومثل ما نحدد لكم الآن هم في المنطقة هذك. نعم. هذك منطقة الشماسي. نعم. وذا تبت الوكيل. نعم. وهناك على الدمغاء وصبر من فوق. نعم. احنا محددين الآن، والآن قد احنا على حد العروس. نعم. كما انتم شايفين الآن يعني نوجه رسالتنا إلى الأعداء. نعم. ونقول لهم احنا ثابتون هنا، ثابتون ثابتون حتى آخر قطرة من دمائنا. نعم. بالروح بالدم نبتيك يا يمن، بالروح بالدم نبتيك يا يمن.